الحياة تحبني. كل شيء على ما يرام في عالمي، كل شيء يسير على ما يرام لأعلى درجة خير لي. من هذا الموقف سيأتي الخير فقط، أنا بأمان. إنها فقط مجرد فكرة، والفكرة يمكن تغييرها. دائما ما تكون نقطة القوة في الوقت الحاضر. كل فكرة نعتقد تشكل مستقبلنا. أنا في طور التغيير الإيجابي. أشعر بالراحة عند النظر في المرآة قائلا: أنا أحبك، أنا حقا أحبك. من الآمن النظر في داخل النفس. أنا أسامح نفسي وأطلق سراح نفسي. عندما أقول نعم للحياة، فإن الحياة تقول لي نعم. أنا الآن أتجاوز مخاوف وقيود الآخرين. أنا موجه من قبل الله ومحمي في جميع الأوقات. أطالب بقوتي وأتجاوز كل القيود. أنا أثق في عملية الحياة. إنني مرتاح بعمق بكل ما أفعله. نحن جميعا عائلة، والكوكب موطننا. عندما أسامح نفسي، يصبح من الأسهل مسامحة الآخرين. أنا على استعداد للتخلي عن الأمور. في أعماق قلبي يوجد بئر حب لا نهائي. أنا أزدهر أينما ذهبت. أرحب بالمعجزات في حياتي. كل ما أريد معرفته سيكشف لي في الوقت المناسب تماما. أنا محبوب وأنا في سلام. أفكاري السعيدة تساعد في تكوين جسدي الصحي. الحياة تدعمني بكل الطرق الممكنة. يبدأ يومي وينتهي بامتنان. أنا أستمع بحب إلى رسائل جسدي. الماضي قد انتهى. الخير فقط يمكن أن يأتي إلي. أنا جميل والجميع يحبني. كل شخص أواجهه اليوم لديه أفضل مصلحة لي. أنا دائما أعمل مع ناس رائعين ومن أجلهم. أنا أحب وظيفتي. إن ملء ذهني بالأفكار السارة هو أسرع طريقة للصحة. أنا بصحة جيدة وأنا كامل ومكتمل. أنا في جسدي كأني في بيتي. أنا أكرس جزءا من وقتي لمساعدة الآخرين. إنه جيد لصحتي. أنا أرحب بالحب أينما ذهبت. العافية هي الحالة الطبيعية لجسدي. أنا بصحة جيدة. أنا خالي من الألم ومتزامن تماما مع الحياة. أنا ممتن جدا لكل الحب في حياتي. أجده في كل مكان. أعلم أن الأنماط السلبية القديمة لم تعد تقيدني. تركتهم يذهبون بسهولة. في الحياة حيث أكون، كل شيء كامل ومكتمل.
أنا أثق في حدسي، أنا على استعداد للاستماع إلى ذلك الصوت الصغير الثابت في داخلي. أنا على استعداد لطلب المساعدة عندما أحتاج إليها. أنا أسامح نفسي لعدم كوني مثالي. أنا أكرم من أنا. أنا أجذب العلاقات الصحية فقط، وأنا دائما أعامل بشكل جيد. لست مضطرا لإثبات نفسي لأي شخص. لقد جئت من منبع قلبي المحب، وأعلم أن الحب يفتح كل الأبواب. أنا في وئام مع الطبيعة. أنا أرحب بالأفكار الجديدة. اليوم لا يمكن لأي شخص أو مكان أو شيء أن يزعجني. اخترت أن أكون في سلام. أنا بأمان في الكون، وكل الحياة تحبني وتدعمني. أنا أختبر الحب أينما ذهبت. أنا على استعداد للتغيير. أشرب الكثير من الماء لتطهير جسدي وعقلي. اخترت أن أرى بوضوح بعيون محبة. أنا أعبر كل الجسور بفرح وسهولة. أنا أطلق كل الدراما من حياتي. إن محبة الآخرين أمر سهل عندما أحب وأقبل نفسي. أنا أوازن حياتي بين العمل والراحة والمتعة. أنا أعود إلى أساسيات الحياة: التسامح، الشجاعة، الامتنان، الحب والفكاهة. أنا المسؤول. الآن أستعيد قوتي. يقدر جسدي كيف أعتني به. أنا أقضي الوقت مع أشخاص إيجابيين وحيويين. كلما كنت أكثر سلاما في الداخل، زاد السلام الذي يجب أن أشاركه مع الآخرين. اليوم هو هدية مقدسة من الله. أنا لدي الشجاعة لأعيش أحلامي. أنا أصرح كل الأفكار السلبية من الماضي وكل المخاوف بشأن المستقبل. أنا أسامح كل شخص في الماضي عن الأخطاء المقترفة. أطلق سراحهم بحب. أنا أتحدث بشكل إيجابي فقط عن أولئك الموجودين في عالمي. السلبية ليس لها دور في حياتي. كلنا أرواح أبدية. أنا أتصرف كما لو كان لدي بالفعل ما أريد. إنها طريقة ممتازة لجذب السعادة في حياتي. أنا أستمتع بأفضل الأطعمة لجسدي. حياتي تتحسن طوال الوقت. من الآمن أن أتحدث عن نفسي. أنا أعيش في جنة من تشكيلي. الصحة المثالية هي حقي، وأنا أطالب بها الآن. أطلق كل الانتقادات. أنا في رحلة دائمة التغير. أنا ممتن لجسدي السليم. أنا أحب الحياة. يتدفق الحب عبر جسدي ويشفي كل مرض. دخلي يتزايد باستمرار. شفائي جاري بالفعل.
هنالك دائما المزيد لنتعلمه. أنا الآن أعيش في حب ونور وفرح بلا حدود. أصبحت محبوبا أكثر كل يوم. أصبح الآن آمنا بالنسبة لي أن أتخلص من كل صدمات طفولتي وأنتقل إلى الحب. أنا أستحق كل ما هو جيد. أكتشف باستمرار طرقا جديدة لتحسين صحتي. الحب هو كل شيء. حياتي تزداد روعة كل يوم. أنا اليوم في سلام. إن محبة الآخرين أمر سهل عندما أحب وأقبل نفسي. لدي مساحة عيش مثالية. لدي تعاطف مع الجميع. أنا أثق في الكون لمساعدتي على رؤية الخير في كل شيء وفي الجميع. أنا أحب أفراد عائلتي تماما كما هم. أنا لا أحاول تغيير أي شخص. هنالك الكثير للجميع، ونحن نبارك ونزدهر بعضنا البعض. أنا أحب وأوافق على نفسي. الحياة جيدة، بالفعل هي جيدة. الحياة تحبني. كل شيء على ما يرام في عالمي. كل شيء يسير على ما يرام لأعلى درجة خير لي. من هذا الموقف سيأتي الخير فقط. أنا بأمان. إنها فقط مجرد فكرة، والفكرة يمكن تغييرها. دائما ما تكون نقطة القوة في الوقت الحاضر. كل فكرة نعتقد تشكل مستقبلنا. أنا في طور التغيير الإيجابي. أشعر بالراحة عند النظر في المرآة قائلا: أنا أحبك، أنا حقا أحبك. من الآمن النظر في داخل النفس. أنا أسامح نفسي وأطلق سراح نفسي. عندما أقول نعم للحياة، فإن الحياة تقول لي نعم. أنا الآن أتجاوز مخاوف وقيود الآخرين. أنا موجه من قبل الله ومحمي في جميع الأوقات. أطالب بقوتي وأتجاوز كل القيود. أنا أثق في عملية الحياة. إنني مرتاح بعمق بكل ما أفعله. نحن جميعا عائلة، والكوكب موطننا. عندما أسامح نفسي، يصبح من الأسهل مسامحة الآخرين. أنا على استعداد للتخلي عن الأمور. في أعماق قلبي يوجد بئر حب لا نهائي. أنا أزدهر أينما ذهبت. أرحب بالمعجزات في حياتي. كل ما أريد معرفته سيكشف لي في الوقت المناسب تماما. أنا محبوب وأنا في سلام. أفكاري السعيدة تساعد في تكوين جسدي الصحي. الحياة تدعمني بكل الطرق الممكنة. يبدأ يومي وينتهي بامتنان. أنا أستمع بحب إلى رسائل جسدي.
الماضي قد انتهى. الخير فقط يمكن أن يأتي إلي. أنا جميل والجميع يحبني. كل شخص واجهه اليوم لديه أفضل مصلحة لي. أنا دائما أعمل مع ناس رائعين ومن أجلهم. أنا أحب وظيفتي. إن ملء ذهني بالأفكار السارة هو أسرع طريقة للصحة. أنا بصحة جيدة وأنا كامل ومكتمل. أنا في جسدي كأني في بيتي. أنا أكرس جزءا من وقتي لمساعدة الآخرين. إنه جيد لصحتي. أنا أرحب بالحب أينما ذهبت. العافية هي الحالة الطبيعية لجسدي. أنا بصحة جيدة. أنا خالي من الألم ومتزامن تماما مع الحياة. أنا ممتن جدا لكل الحب في حياتي. أجده في كل مكان. أعلم أن الأنماط السلبية القديمة لم تعد تقيدني. تركتهم يذهبون بسهولة. في الحياة حيث أكون كل شيء كامل ومكتمل. أنا أثق في حدسي. أنا على استعداد للاستماع إلى ذلك الصوت الصغير الثابت في داخلي. أنا على استعداد لطلب المساعدة عندما أحتاج إليها. أنا أسامح نفسي لعدم كوني مثالي. أنا أكرم من أنا. أنا أجذب العلاقات الصحية فقط. وأنا دائما أعامل بشكل جيد. لست مضطرا لإثبات نفسي لأي شخص. لقد جئت من منبع قلبي المحب. وأعلم أن الحب يفتح كل الأبواب. أنا في وئام مع الطبيعة. أنا أرحب بالأفكار الجديدة. اليوم لا يمكن لأي شخص أو مكان أو شيء أن يزعجني. اخترت أن أكون في سلام. أنا بأمان في الكون وكل الحياة تحبني وتدعمني. أنا أختبر الحب أينما ذهبت. أنا على استعداد للتغيير. أشرب الكثير من الماء لتطهير جسدي وعقلي. اخترت أن أرى بوضوح بعيون محبة. أنا أعبر كل الجسور بفرح وسهولة. أنا أطلق كل الدراما من حياتي. إن محبة الآخرين أمر سهل عندما أحب وأقبل نفسي. أنا أوازن حياتي بين العمل والراحة والمتعة. أنا أعود إلى أساسيات الحياة: التسامح، الشجاعة، الامتنان، الحب والفكاهة. أنا المسؤول. الآن أستعيد قوتي. يقدر جسدي كيف أعتني به. أنا أقضي الوقت مع أشخاص إيجابيين وحيويين. كلما كنت أكثر سلاما في الداخل، زاد السلام الذي يجب أن أشاركه مع الآخرين.
اليوم هو هدية مقدسة من الله. أنا لدي الشجاعة لأعيش أحلامي. أنا أصرح كل الأفكار السلبية من الماضي وكل المخاوف بشأن المستقبل. أنا أسامح كل شخص في الماضي عن الأخطاء المقترفة. أطلق سراحهم بحب. أنا أتحدث بشكل إيجابي فقط عن أولئك الموجودين في عالمي. السلبية ليس لها دور في حياتي. كلنا أرواح أبدية. أنا أتصرف كما لو كان لدي بالفعل ما أريد. إنها طريقة ممتازة لجذب السعادة في حياتي. أنا أستمتع بأفضل الأطعمة لجسدي. حياتي تتحسن طوال الوقت. من الآمن أن أتحدث عن نفسي. أنا أعيش في جنة من تشكيلي. الصحة المثالية هي حقي وأنا أطالب بها الآن. أطلق كل الانتقادات. أنا في رحلة دائمة التغير. أنا ممتن لجسدي السليم. أنا أحب الحياة. يتدفق الحب عبر جسدي ويشفي كل مرض. دخلي يتزايد باستمرار. شفائي جاري بالفعل. هنالك دائما المزيد لنتعلمه. أنا الآن أعيش في حب ونور وفرح بلا حدود. أصبحت محبوبا أكثر كل يوم. أصبح الآن آمنا بالنسبة لي أن أتخلص من كل صدمات طفولتي وأنتقل إلى الحب. أنا أستحق كل ما هو جيد. أكتشف باستمرار طرقا جديدة لتحسين صحتي. الحب هو كل شيء. حياتي تزداد روعة كل يوم. أنا اليوم في سلام. إن محبة الآخرين أمر سهل عندما أحب وأقبل نفسي. لدي مساحة عيش مثالية. لدي تعاطف مع الجميع. أنا أثق في الكون لمساعدتي على رؤية الخير في كل شيء وفي الجميع. أنا أحب أفراد عائلتي تماما كما هم. أنا لا أحاول تغيير أي شخص. هنالك الكثير للجميع ونحن نبارك ونزدهر بعضنا البعض. أنا أحب وأوافق على نفسي. الحياة جيدة. بالفعل هي جيدة. الحياة تحبني. كل شيء على ما يرام في عالمي. كل شيء يسير على ما يرام لأعلى درجة خير لي. من هذا الموقف سيأتي الخير فقط. أنا بأمان. إنها فقط مجرد فكرة، والفكرة يمكن تغييرها. دائما ما تكون نقطة القوة في الوقت الحاضر. كل فكرة نعتقد تشكل مستقبلنا. أنا في طور التغيير الإيجابي. أشعر بالراحة عند النظر في المرآة قائلا: أنا أحبك. أنا حقا أحبك.
من الآمن النظر في داخل النفس. أنا أسامح نفسي وأطلق سراح نفسي. عندما أقول نعم للحياة، فإن الحياة تقول لي نعم. أنا الآن أتجاوز مخاوف وقيود الآخرين. أنا موجه من قبل الله ومحمي في جميع الأوقات. أطالب بقوتي وأتجاوز كل القيود. أنا أثق في عملية الحياة. إنني مرتاح بعمق بكل ما أفعله. نحن جميعا عائلة، والكوكب موطننا. عندما أسامح نفسي، يصبح من الأسهل مسامحة الآخرين. أنا على استعداد للتخلي عن الأمور. في أعماق قلبي يوجد بئر حب لا نهائي. أنا أزدهر أينما ذهبت. أرحب بالمعجزات في حياتي. كل ما أريد معرفته سيكشف لي في الوقت المناسب تماما. أنا محبوب وأنا في سلام. أفكاري السعيدة تساعد في تكوين جسدي الصحي. الحياة تدعمني بكل الطرق الممكنة. يبدأ يومي وينتهي بامتنان. أنا أستمع بحب إلى رسائل جسدي. الماضي قد انتهى. الخير فقط يمكن أن يأتي إلي. أنا جميل والجميع يحبني. كل شخص أواجهه اليوم لديه أفضل مصلحة لي. أنا دائما أعمل مع ناس رائعين ومن أجلهم. أنا أحب وظيفتي. إن ملء ذهني بالأفكار السارة هو أسرع طريقة للصحة. أنا بصحة جيدة وأنا كامل ومكتمل. أنا في جسدي كأني في بيتي. أنا أكرس جزءا من وقتي لمساعدة الآخرين. إنه جيد لصحتي. أنا أرحب بالحب أينما ذهبت. العافية هي الحالة الطبيعية لجسدي. أنا بصحة جيدة. أنا خالي من الألم ومتزامن تماما مع الحياة. أنا ممتن جدا لكل الحب في حياتي. أجده في كل مكان. أعلم أن الأنماط السلبية القديمة لم تعد تقيدني. تركتهم يذهبون بسهولة. في الحياة حيث أكون، كل شيء كامل ومكتمل. أنا أثق في حدسي. أنا على استعداد للاستماع إلى ذلك الصوت الصغير الثابت في داخلي. أنا على استعداد لطلب المساعدة عندما أحتاج إليها. أنا أسامح نفسي لعدم كوني مثالي. أنا أكرم من أنا. أنا أجذب العلاقات الصحية فقط، وأنا دائما أعامل بشكل جيد. لست مضطرا لإثبات نفسي لأي شخص. لقد جئت من منبع قلبي المحب، وأعلم أن الحب يفتح كل الأبواب.
أنا في وئام مع الطبيعة. أنا أرحب بالأفكار الجديدة. اليوم لا يمكن لأي شخص أو مكان أو شيء أن يزعجني. اخترت أن أكون في سلام. أنا بأمان في الكون وكل الحياة تحبني وتدعمني. أنا أختبر الحب أينما ذهبت. أنا على استعداد للتغيير. أشرب الكثير من الماء لتطهير جسدي وعقلي. اخترت أن أرى بوضوح بعيون محبة. أنا أعبر كل الجسور بفرح وسهولة. أنا أطلق كل الدراما من حياتي. إن محبة الآخرين أمر سهل عندما أحب وأقبل نفسي. أنا أوازن حياتي بين العمل والراحة والمتعة. أنا أعود إلى أساسيات الحياة: التسامح، الشجاعة، الامتنان، الحب والفكاهة. أنا المسؤول. الآن أستعيد قوتي. يقدر جسدي كيف أعتني به. أنا أقضي الوقت مع أشخاص إيجابيين وحيويين. كلما كنت أكثر سلاما في الداخل، زاد السلام الذي يجب أن أشاركه مع الآخرين. اليوم هو هدية مقدسة من الله. أنا لدي الشجاعة لأعيش أحلامي. أنا أصرح كل الأفكار السلبية من الماضي وكل المخاوف بشأن المستقبل. أنا أسامح كل شخص في الماضي عن الأخطاء المقترفة. أطلق سراحهم بحب. أنا أتحدث بشكل إيجابي فقط عن أولئك الموجودين في عالمي. السلبية ليس لها دور في حياتي. كلنا أرواح أبدية. أنا أتصرف كما لو كان لدي بالفعل ما أريد. إنها طريقة ممتازة لجذب السعادة في حياتي. أنا أستمتع بأفضل الأطعمة لجسدي. حياتي تتحسن طوال الوقت. من الآمن أن أتحدث عن نفسي. أنا أعيش في جنة من تشكيلي. الصحة المثالية هي حقي وأنا أطالب بها الآن. أطلق كل الانتقادات. أنا في رحلة دائمة التغير. أنا ممتن لجسدي السليم. أنا أحب الحياة. يتدفق الحب عبر جسدي ويشفي كل مرض. دخلي يتزايد باستمرار. شفائي جاري بالفعل. هنالك دائما المزيد لنتعلمه. أنا الآن أعيش في حب ونور وفرح بلا حدود. أصبحت محبوبا أكثر كل يوم. أصبح الآن آمنا بالنسبة لي أن أتخلص من كل صدمات طفولتي وأنتقل إلى الحب. أنا أستحق كل ما هو جيد. أكتشف باستمرار طرقا جديدة لتحسين صحتي. الحب هو كل شيء. حياتي تزداد روعة كل يوم.
أنا اليوم في سلام. إن محبة الآخرين أمر سهل عندما أحب وأقبل نفسي. لدي مساحة عيش مثالية. لدي تعاطف مع الجميع. أنا أثق في الكون لمساعدتي على رؤية الخير في كل شيء وفي الجميع. أنا أحب أفراد عائلتي تماما كما هم. أنا لا أحاول تغيير أي شخص. هنالك الكثير للجميع، ونحن نبارك ونزدهر بعضنا البعض. أنا أحب وأوافق على نفسي. الحياة جيدة، بالفعل هي جيدة. الحياة تحبني. كل شيء على ما يرام في عالمي. كل شيء يسير على ما يرام لأعلى درجة خير لي. من هذا الموقف سيأتي الخير فقط. أنا بأمان. إنها فقط مجرد فكرة، والفكرة يمكن تغييرها. دائما ما تكون نقطة القوة في الوقت الحاضر. كل فكرة نعتقد تشكل مستقبلنا. أنا في طور التغيير الإيجابي. أشعر بالراحة عند النظر في المرآة قائلا: أنا أحبك، أنا حقا أحبك. من الآمن النظر في داخل النفس. أنا أسامح نفسي وأطلق سراح نفسي. عندما أقول نعم للحياة، فإن الحياة تقول لي نعم. أنا الآن أتجاوز مخاوف وقيود الآخرين. أنا موجه من قبل الله ومحمي في جميع الأوقات. أطالب بقوتي وأتجاوز كل القيود. أنا أثق في عملية الحياة. إنني مرتاح بعمق بكل ما أفعله. نحن جميعا عائلة، والكوكب موطننا. عندما أسامح نفسي، يصبح من الأسهل مسامحة الآخرين. أنا على استعداد للتخلي عن الأمور. في أعماق قلبي يوجد بئر حب لا نهائي. أنا أزدهر أينما ذهبت. أرحب بالمعجزات في حياتي. كل ما أريد معرفته سيكشف لي في الوقت المناسب تماما. أنا محبوب وأنا في سلام. أفكاري السعيدة تساعد في تكوين جسدي الصحي. الحياة تدعمني بكل الطرق الممكنة. يبدأ يومي وينتهي بامتنان. أنا أستمع بحب إلى رسائل جسدي. الماضي قد انتهى. الخير فقط يمكن أن يأتي إلي. أنا جميل والجميع يحبني. كل شخص أواجهه اليوم لديه أفضل مصلحة لي. أنا دائما أعمل مع ناس رائعين ومن أجلهم. أنا أحب وظيفتي. إن ملء ذهني بالأفكار السارة هو أسرع طريقة للصحة. أنا بصحة جيدة وأنا كامل ومكتمل. أنا في جسدي كأني في بيتي.
أنا أكرس جزءا من وقتي لمساعدة الآخرين، إنه جيد لصحتي. أنا أرحب بالحب أينما ذهبت. العافية هي الحالة الطبيعية لجسدي، أنا بصحة جيدة. أنا خالي من الألم ومتزامن تماما مع الحياة. أنا ممتن جدا لكل الحب في حياتي، أجده في كل مكان. أعلم أن الأنماط السلبية القديمة لم تعد تقيدني، تركتهم يذهبون بسهولة. في الحياة حيث أكون، كل شيء كامل ومكتمل. أنا أثق في حدسي، أنا على استعداد للاستماع إلى ذلك الصوت الصغير الثابت في داخلي. أنا على استعداد لطلب المساعدة عندما أحتاج إليها. أنا أسامح نفسي لعدم كوني مثالي. أنا أكرم من أنا. أنا أجذب العلاقات الصحية فقط، وأنا دائما أعامل بشكل جيد. لست مضطرا لإثبات نفسي لأي شخص. لقد جئت من منبع قلبي المحب، وأعلم أن الحب يفتح كل الأبواب. أنا في وئام مع الطبيعة. أنا أرحب بالأفكار الجديدة. اليوم لا يمكن لأي شخص أو مكان أو شيء أن يزعجني. اخترت أن أكون في سلام. أنا بأمان في الكون، وكل الحياة تحبني وتدعمني. أنا أختبر الحب أينما ذهبت. أنا على استعداد للتغيير. أشرب الكثير من الماء لتطهير جسدي وعقلي. اخترت أن أرى بوضوح بعيون محبة. أنا أعبر كل الجسور بفرح وسهولة. أنا أطلق كل الدراما من حياتي. إن محبة الآخرين أمر سهل عندما أحب وأقبل نفسي. أنا أوازن حياتي بين العمل والراحة والمتعة. أنا أعود إلى أساسيات الحياة: التسامح، الشجاعة، الامتنان، الحب والفكاهة. أنا المسؤول. الآن أستعيد قوتي. يقدر جسدي كيف أعتني به. أنا أقضي الوقت مع أشخاص إيجابيين وحيويين. كلما كنت أكثر سلاما في الداخل، زاد السلام الذي يجب أن أشاركه مع الآخرين. اليوم هو هدية مقدسة من الله. أنا لدي الشجاعة لأعيش أحلامي. أنا أصرح كل الأفكار السلبية من الماضي وكل المخاوف بشأن المستقبل. أنا أسامح كل شخص في الماضي عن الأخطاء المقترفة. أطلق سراحهم بحب. أنا أتحدث بشكل إيجابي فقط عن أولئك الموجودين في عالمي. السلبية ليس لها دور في حياتي. كلنا أرواح أبدية. أنا أتصرف كما لو كان لدي بالفعل ما أريد. إنها طريقة ممتازة لجذب السعادة في حياتي.
أنا أستمتع بأفضل الأطعمة لجسدي. حياتي تتحسن طوال الوقت. من الآمن أن أتحدث عن نفسي. أنا أعيش في جنة من تشكيلي. الصحة المثالية هي حقي وأنا أطالب بها الآن. أطلق كل الانتقادات. أنا في رحلة دائمة التغير. أنا ممتن لجسدي السليم. أنا أحب الحياة. يتدفق الحب عبر جسدي ويشفي كل مرض. دخلي يتزايد باستمرار. شفائي جاري بالفعل. هنالك دائما المزيد لنتعلمه. أنا الآن أعيش في حب ونور وفرح بلا حدود. أصبحت محبوبا أكثر كل يوم. أصبح الآن آمنا بالنسبة لي أن أتخلص من كل صدمات طفولتي وأنتقل إلى الحب. أنا أستحق كل ما هو جيد. أكتشف باستمرار طرقا جديدة لتحسين صحتي. الحب هو كل شيء. حياتي تزداد روعة كل يوم. أنا اليوم في سلام. إن محبة الآخرين أمر سهل عندما أحب وأقبل نفسي. لدي مساحة عيش مثالية. لدي تعاطف مع الجميع. أنا أثق في الكون لمساعدتي على رؤية الخير في كل شيء وفي الجميع. أنا أحب أفراد عائلتي تماما كما هم. أنا لا أحاول تغيير أي شخص. هنالك الكثير للجميع ونحن نبارك ونزدهر بعضنا البعض. أنا أحب وأوافق على نفسي. الحياة جيدة. بالفعل هي جيدة. الحياة تحبني. كل شيء على ما يرام في عالمي. كل شيء يسير على ما يرام لأعلى درجة خير لي. من هذا الموقف سيأتي الخير فقط. أنا بأمان. إنها فقط مجرد فكرة، والفكرة يمكن تغييرها. دائما ما تكون نقطة القوة في الوقت الحاضر. كل فكرة نعتقد تشكل مستقبلنا. أنا في طور التغيير الإيجابي. أشعر بالراحة عند النظر في المرآة قائلا: أنا أحبك. أنا حقا أحبك. من الآمن النظر في داخل النفس. أنا أسامح نفسي وأطلق سراح نفسي. عندما أقول نعم للحياة، فإن الحياة تقول لي نعم. أنا الآن أتجاوز مخاوف وقيود الآخرين. أنا موجه من قبل الله ومحمي في جميع الأوقات. أطالب بقوتي وأتجاوز كل القيود. أنا أثق في عملية الحياة. إنني مرتاح بعمق بكل ما أفعله. نحن جميعا عائلة والكوكب موطننا. عندما أسامح نفسي
يصبح من الأسهل مسامحة الآخرين. أنا على استعداد للتخلي عن الأمور. في أعماق قلبي يوجد بئر حب لا نهائي. أنا أزدهر أينما ذهبت. أرحب بالمعجزات في حياتي. كل ما أريد معرفته سيكشف لي في الوقت المناسب تماما. أنا محبوب وأنا في سلام. أفكاري السعيدة تساعد في تكوين جسدي الصحي. الحياة تدعمني بكل الطرق الممكنة. يبدأ يومي وينتهي بامتنان. أنا أستمع بحب إلى رسائل جسدي. الماضي قد انتهى. الخير فقط يمكن أن يأتي إلي. أنا جميل والجميع يحبني. كل شخص أواجهه اليوم لديه أفضل مصلحة لي. أنا دائما أعمل مع ناس رائعين ومن أجلهم. أنا أحب وظيفتي. إن ملء ذهني بالأفكار السارة هو أسرع طريقة للصحة. أنا بصحة جيدة وأنا كامل ومكتمل. أنا في جسدي كأني في بيتي. أنا أكرس جزءا من وقتي لمساعدة الآخرين. إنه جيد لصحتي. أنا أرحب بالحب أينما ذهبت. العافية هي الحالة الطبيعية لجسدي. أنا بصحة جيدة. أنا خالي من الألم ومتزامن تماما مع الحياة. أنا ممتن جدا لكل الحب في حياتي. أجده في كل مكان. أعلم أن الأنماط السلبية القديمة لم تعد تقيدني. تركتهم يذهبون بسهولة. في الحياة حيث أكون كل شيء كامل ومكتمل. أنا أثق في حدسي. أنا على استعداد للاستماع إلى ذلك الصوت الصغير الثابت في داخلي. أنا على استعداد لطلب المساعدة عندما أحتاج إليها. أنا أسامح نفسي لعدم كوني مثالي. أنا أكرم من أنا. أنا أجذب العلاقات الصحية فقط. وأنا دائما أعامل بشكل جيد. لست مضطرا لإثبات نفسي لأي شخص. لقد جئت من منبع قلبي المحب. وأعلم أن الحب يفتح كل الأبواب. أنا في وئام مع الطبيعة. أنا أرحب بالأفكار الجديدة. اليوم لا يمكن لأي شخص أو مكان أو شيء أن يزعجني. اخترت أن أكون في سلام. أنا بأمان في الكون وكل الحياة تحبني وتدعمني. أنا أختبر الحب أينما ذهبت. أنا على استعداد للتغيير. أشرب الكثير من الماء لتطهير جسدي وعقلي. اخترت أن أرى بوضوح بعيون محبة. أنا أعبر كل الجسور بفرح وسهولة.
أنا أطلق كل الدراما من حياتي. إن محبة الآخرين أمر سهل عندما أحب وأقبل نفسي. أنا أوازن حياتي بين العمل والراحة والمتعة. أنا أعود إلى أساسيات الحياة: التسامح، الشجاعة، الامتنان، الحب والفكاهة. أنا المسؤول. الآن أستعيد قوتي. يقدر جسدي كيف أعتني به. أنا أقضي الوقت مع أشخاص إيجابيين وحيويين. كلما كنت أكثر سلاما في الداخل، زاد السلام الذي يجب أن أشاركه مع الآخرين. اليوم هو هدية مقدسة من الله. أنا لدي الشجاعة لأعيش أحلامي. أنا أصرح كل الأفكار السلبية من الماضي وكل المخاوف بشأن المستقبل. أنا أسامح كل شخص في الماضي عن الأخطاء المقترفة. أطلق سراحهم بحب. أنا أتحدث بشكل إيجابي فقط عن أولئك الموجودين في عالمي. السلبية ليس لها دور في حياتي. كلنا أرواح أبدية. أنا أتصرف كما لو كان لدي بالفعل ما أريد. إنها طريقة ممتازة لجذب السعادة في حياتي. أنا أستمتع بأفضل الأطعمة لجسدي. حياتي تتحسن طوال الوقت. من الآمن أن أتحدث عن نفسي. أنا أعيش في جنة من تشكيلي. الصحة المثالية هي حقي وأنا أطالب بها الآن. أطلق كل الانتقادات. أنا في رحلة دائمة التغير. أنا ممتن لجسدي السليم. أنا أحب الحياة. يتدفق الحب عبر جسدي ويشفي كل مرض. دخلي يتزايد باستمرار. شفائي جاري بالفعل. هنالك دائما المزيد لنتعلمه. أنا الآن أعيش في حب ونور وفرح بلا حدود. أصبحت محبوبا أكثر كل يوم. أصبح الآن آمنا بالنسبة لي أن أتخلص من كل صدمات طفولتي وأنتقل إلى الحب. أنا أستحق كل ما هو جيد. أكتشف باستمرار طرقا جديدة لتحسين صحتي. الحب هو كل شيء. حياتي تزداد روعة كل يوم. أنا اليوم في سلام. إن محبة الآخرين أمر سهل عندما أحب وأقبل نفسي. لدي مساحة عيش مثالية. لدي تعاطف مع الجميع. أنا أثق في الكون لمساعدتي على رؤية الخير في كل شيء وفي الجميع. أنا أحب أفراد عائلتي تماما كما هم. أنا لا أحاول تغيير أي شخص. هنالك الكثير للجميع ونحن نبارك ونزدهر بعضنا البعض. أنا أحب وأوافق على نفسي. الحياة جيدة. بالفعل
هي جيدة.